سنتكلم في هذا الدرس عن اليوز كيس دايجرامز أو ما يسمى بمخططات حالات الاستخدام أو وقائع الاستخدام، وهو عبارة عن نموذج يمثل تفاعل مستخدمي النظام مع بعضهم البعض، أو تفاعل النظام مع نفسه، أو تفاعل المستخدم مع النظام، ويقوم بتمثيل ووصف مجموعة من العمليات التي يقوم بها الناس الذين يتعاملون مع النظام أو ما يسمى بالسيناريو، والغرض منه تمثيل متطلبات المستخدم ومتطلبات النظام. ما هي مكونات اليوز كيس دايجرام؟ أول مكوناته هو الأكتور، وهو عبارة عن الدور الذي يلعبه المستخدم في النظام، سواء كان المستخدم إنسان بشري أو إنسان آلي أو ما يسمى بالروبوت أو حتى نظام آخر يحتاج لمعلومات من نظامنا الحالي. ثانيا اليوز كيس، وهي عبارة عن مجموعة من السيناريوز أو العمليات التي تصف التفاعل ما بين المستخدم وما بين النظام. ثالثا السيستم باوندري، وهو عبارة عن مربع يمثل حدود التفاعل بين الأكترز والنظام، الأكترز التي كما ذكرنا تمثل مستخدمي النظام أو الأدوار التي يلعبوها المستخدمين في النظام، وهذا الباوندري يقوم بتجميع جميع اليوز كيسز مع بعضها البعض في مكان واحد أو في باوندري واحد. رابعا الأسوشيشن، وهو عبارة عن خط يمثل اتصال أو التواصل ما بين الأكترز وما بين اليوز كيسز. خامسا الجنراليزيشن، وهي عبارة عن علاقة بين يوز كيس عامة public ويوز كيس خاصة private أو special، تمثل الحالات الخاصة لليوز كيس ويمثل بسهم عريض مثل هذا. سادسا الانكلود، تظهر حالة الانكلود في حالة وجود عملية أو تصرف في النظام مكرر في أكثر من يوز كيس، فنقوم بفصلها بيوز كيس منفصلة ونعمل لها انكلود من بقية اليوز كيسز التي متضمنة فيها أو التي تحتويها. وسابعا وأخيرا الاكستند، ويستخدم الاكستند لتمثيل اليوز كيس ولإضافة تصرف إليها، تصرف إضافي إلى اليوز كيس بالإضافة إلى التصرف الموجود فيها، نقوم بعمل يوز كيس أخرى فيها تصرفات أو عمليات أخرى مضافة لهذه اليوز كيس. سنقوم الآن بتمثيل اليوز كيس دياجرامز ببرنامج UML Diagrammer. سنقوم هنا بعمل فايل نيو ديزاين جديد، وسنختار هنا يوز كيس دياجرام أوبن، أختار هنا الحجم لارج حجم التصميم، بحيث إذا قمنا بحفظه إلى ملف صورة أو نسخه إلى ملف الوورد يكون حجمه مناسب للصفحة، وأقوم بعمل نيكست وأختار الإعدادات الافتراضية هنا، لا أريد عمل ألوان ولا أريد عمل أشياء أخرى، سأقوم باستخدام البلاك أند وايت، نيكست 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 فينيش. الآن سأقوم بتمثيل أو بعمل يوز كيس دياجرام يمثل الأكتورز والأوبريشنز أو البيهافيورز التصرفات والعمليات الموجودة في عيادة أو مستشفى، سأقوم مثلا بعملها في عيادة. أولا سأقوم بعمل السيستم باوندري والذي يمثل العيادة هكذا، أقوم الآن بالضغط بالزر الأيمن عليه وأعمل Add Node Label Above، سأضيف عنوان السيستم في الأعلى هنا، وسأكتب مثلا كلينيك أو العيادة، عفوا كلينيك هكذا، تستطيع هنا تكبير مقاس أو السايز بالليبل هكذا. وبعدها سأقوم بعمل اليوز كيسز والأكتورز، من هم الأكتورز أو الأدوار أو المستخدمين الموجودين في العيادة؟ أولا المريض نفسه، سأقوم إذن بعمل أولا أكتور يمثل المريض هكذا، سأسميه عفوا لا تنقل نقرتين وإنما بالزر الأيمن، وأعمل Edit Text وأكتب هنا Patient المريض. أيضا هناك أكتور آخر أو دور آخر في العيادة، وهو الاستعلامات الذي من خلاله يتم حجز موعد مع العيادة، أقوم هنا بعمل موظف الاستعلامات وأقوم هنا بتسميته مثلا بالزر الأيمن Edit Text،
واقوم بتسميته مثلا بسكيجول او ما يسمى بالسكيجولر. هذا الاكتور الخاص بعمل الحجوزات في العيادة. ايضا هناك اكتور اخر موجود في العيادة وهو الدكتور، الطبيب نفسه. اذا التكست دكتور. وايضا واخيرا يوجد في العيادة اكتور رابع وهو المحاسب. اقوم باضافة هنا اكتور رابع وسيكون المحاسب او ما يسمى بالكليرك. الان ساقوم بعمل اليوز كيسز الموجودة في النظام. هذه اول يوز كيس. ما هي اول يوز كيس موجودة في النظام؟ هي ان البيشنت او المريض يقوم بعمل موعد مع موظف الاستعلامات لحجز موعد له في العيادة مع الدكتور. اذا هنا اول ارتباط او اول اسوشيشن ما بين الاكتورز واليوز كيس ستكون هنا اليوز كيس اسمها. اولا سنقوم بعمل اسم لها وهي مثلا ميك appointment اللي هو حجز موعد. اذا البيشنت سيقوم بحجز موعد مع موظف الاستعلامات. ساقوم بعمل رابط الان ما بين البيشنت وما بين البيشنت وحجز الموعد اليوز كيس وما بين موظف الاستعلامات وايضا حجز الموعد، لان هذه اليوز كيس او هذا التصرف او هذه العمليه سيتم استخدامها من قبل مستخدمين اثنين في نظام العياده. الان ممكن ان المريض يقوم بالغاء الحجز، يقوم بالغاء حجزه في العياده. اذا هذه يوز كيس اخرى ايضا مستخدمه ما بين المريض وموظف الاستعلامات. ساقوم بعمل ايضا هنا يوز كيس ثانيه و سأقوم بعمل edit text وسأسميها cancel appointment إلغاء الحجز. أيضا هنا يوجد association أو اتصال بين البيشنت وإلغاء الحجز وما بين scheduler أو موظف الاستعلامات أو موظف الحجز وإلغاء الحجز. الآن أصبح لدينا two use cases مربوطة ما بين two actors الذي هو المريض نفسه وموظف الاستعلامات. الآن بعد عمل حجز موعد بين المريض وموظف الاستعلامات سيقوم المريض مباشرة في موعده بالدخول إلى المعاينة عند الدكتور. إذا هنا في معنى use case جديدة أو حالة استخدام جديدة اسمها حق او المعاينة، مثلا نسميها نحن هنا request طلب المعاينة، request medication. اذا سيقوم الان المريض بطلب المعاينة وسيدخل للمعاينة عند الدكتور. اذا كما ذكرنا هناك association ما بين المريض واليوز كيس وما بين الدكتور واليوز كيس التي اسمها طلب المعاينة. الآن هناك يوز كيس مستخدمة من قبل حجز الموعد ومستخدمة أيضا من قبل اليوز كيس اللي هي خاصة بالمعاينة وهو سجل المرضى. عندما نحن نقوم هنا بحجز موعد مع موظف الاستعلامات لابد من موظف الاستعلامات بأن يقوم برؤية سجل المرضى لرؤية هل هناك مواعيد في هذا اليوم أم في اليوم الآخر أم في اليوم الذي يليه. أيضا الدكتور في تفاعله مع البيشنت سيقوم بالنظر إلى ماذا؟ إلى سجل المرضى لرؤية من سيقوم بإدخاله الآن، هل سيقوم بإدخال هذا المريض أم هذا المريض. إذا عملية أو التصرف الذي يقام من حيث رؤية سجل المرضى التي هي تعتبر يوز كيس منفصلة. هنا اليوز كيس هذه اسمها فحص سجل المرضى check patient
record. سأقوم هنا بتوسيع الباوندري هكذا. ومن هنا هكذا. الآن كما ذكرنا حجز الموعد وطلب المعاينة في هذه two use cases سيتم استخدام الـ use case التي اسمها فحص ثقل المرضى. إذا هذه الـ use case وهذه الـ use case تعمل عملية include للـ use case هذه الثالثة. سأقوم بتصغيرها هكذا وأقوم هنا بعمل include باستخدام هذا السهم هكذا وأقوم بعمل الـ include هنا include. أيضا نفس الحكاية مع اليوز كيس حجز الموعد مع فحص سجل المرضى. هنا أقوم بعمل هذا السهم وأيضا include. إلى الآن هذه اليوز كيسز أو الأوبريشنز الموجودة بين الأكتورز المريض والدكتور وموظف الاستعلامات. الآن تبقى الموظف الذي يقوم ب استلام الفلوس أو عمل الحسابات. هناك الآن use case أو operation خاصة بدفع الفاتورة. هنا بالزر الأيمن إذا التكست نسميها pay bill التي هي دفع الفاتورة. سيقوم هنا أيضا المريض، هناك اتصال بينه وبين use case هذه التي هي دفع الفاتورة هكذا. وأيضا اليوز كيس هذه مرتبطة بموظف الحسابات. أيضا هناك أسوشيشن بين الأكتور الخاص بموظف الحسابات مع دفع الفاتورة بهذا الشكل. الآن هناك امتداد لدفع الفاتورة، وهو أن قد يكون مثلا هناك تصرف آخر ممكن يضاف لدفع الفاتورة، هو أن المريض لا يدفع الفاتورة وإنما يقوم بدفع مبلغ أو جزء من المبلغ ودفع المبلغ في وقت آخر أو تأجيل دفع المبلغ إلى وقت آخر. أي أن المريض هنا لديه حساب في العيادة فيقوم بتأجيل المبلغ أو وضعه على حسابه. إذن هناك use case اسمها تأجيل الدفع، اسمها هنا تأجيل الدفع، تعتبر حالة خاصة، هنا تعتبر special case. فاسمها مثلا هنا defer أو postponed payment، تأجيل الدفع. هنا كما ذكرنا الحالة الخاصة، عندما يكون هناك حالة خاصة ليوز كيس مع يوز كيس أخرى تعتبر هذه عملية extend أو تمديد، تمديد للمعنى أو تمديد للعملية هكذا. أقوم بعملها من نوع extend بهذا الشكل. أيضا هناك use case فرعية لهذه use case، وهو أن المريض لن يقوم بالدفع نهائيا وإنما ستقوم مثلا شركة التأمين بدفع المبلغ بدلا عن المريض إذا كان مثلا مؤمنا في شركة. إذا هنا use case لها أيضا اللي هي دفع الفاتورة لها حالة خاصة أيضا، والتي هي اسمها مثلا bill insurance اللي يوجد تأمين. هكذا bill insurance يوجد أيضا قلنا حالة خاصة تعتبر من حالات وليس توسع لأنه سيتم الدفع مباشرة، أما هذه تعتبر تمديد لعملية الدفع لأنه سيدفع في وقت لاحق. إذا طالما أن هناك تمديد لعملية الدفع إذا وضعناها من نوع extend، أما هذه لن يتم تمديدها وإنما هي عبارة عن حالة خاصة من حالات الدفع والتي هي التسديد عن طريق شركة التأمين. إذا يتم تمثيل الـ use cases الفرعية باستخدام الـ generalization، تعتبر هذه حالة عامة الدفع وهذه حالة خاصة للدفع، يتم تمثيلها بهذا الشكل.
هكذا نكون قد أكملنا جميع اليوز كيسز الموجودة في نظام العيادة، والتي تمثل التفاعل ما بين المستخدمين والذين هم المريض وموظف الاستعلامات والدكتور وموظف الحسابات، والتفاعل مع بعضهم البعض عن طريق الأوبريشنز أو البيهافيورز الموجودة في نظام العيادة. الآن نقوم بعمل فايل سيف أس، أختار هنا النوع مثلا صورة BMB، أضع اسمها مثلا هنا كلينيك، وأقوم بعمل سيف هكذا. أوكي، الآن احتفظت هذه الصورة. عفوا، فايل سيف أس BMB كلينيك، سيف. الملف موجود، هل تريد استبداله؟ يس. اوكي، مباشرة هنا سنجد الصورة موجودة. استطيع تضمينها الآن مثلا في برنامج الوورد بهذه الطريقة، مثلا مايكروسوفت اوفيس وورد. استطيع ادراجها ضمن الدوكيومنتيشن الخاص بالمشروع. هنا ادراج صورة، اقوم بتحديدها من سطح المكتب. هذا يعتبر اليوز كيس دياجرام، والذي يمثل كما ذكرنا بشكل ملخص التفاعل بين الاكتورز والاوبريشنز الموجودة في نظام العيادة. أما بالنسبة للتفاصيل هذه العمليات وأي عملية تتم قبل أيش من عملية، هذا سيتم تفصيله فيما يسمى بالكوبريشن أو السيكوينس دياجرام، الذي هي المخططات التعاونية والمخططات التتابعية، سنقوم بشرحها في دروس لاحقة. وشكراً.